صباح الخير. صباح النور يا دكتور. النهارده ان شاء الله هنتكلم على السي تي جي. طبعا السي تي جي ده من الحاجات المهمه جدا جدا، هتتسالوا عليها اكيد في امتحان الاوسكي اللي هو اللي جاي ده ان شاء الله، وفي كمان عليه اسئله في الام سي كيو، وهيبقى عليه اسئله كمان وجزء مش قليل في امتحان فاينل ان شاء الله الام سي كيو يعني. والله هو موضوع يعني انا عارف ان في ناس كتير بالنسبه لكم بيعتبروه سخيف، بس هو ان شاء الله مش هيبقى سخيف يعني، از لونج ان هو على قد اسئله الام سي كيو او الاوسكي، فان شاء الله مش هيبقى سخيف. في الاول هو ايه السي تي جي؟ هو اسمه كارديو توكوجراف او كارديو توكوجرام. ده احنا بنعمل ريكوردنج لحاجتين، الاول الجزء اللي هو بتاع الفيتال هارت بيت، وده المقصود بيه الجزء الكارديو، والجزء الثاني التوكو. كلمه توكو ده اللي هو stand for uterine contractions، تمام؟ ممكن اعمله during pregnancy يعني واحده عادي قبل ما تدخل في الليبر، وممكن اعمله اثناء الليبر او الدليفري، وده نوع ثاني من السي تي جي تيست يعني. طيب عندي تو ميثودز عشان اعمل السي تي جي ده، يا اما الاول حاجه اسمها external سي تي جي، وده نون انفيزيف، وده اللي ممكن يكون بعضكم شايفه لو حد راح طرقه الولاده او كده. ده مجرد ان في بروب بيتحط على بطن الست بيشوف اليوتراين كونتراكشن، وفي انذر بروب بيتحط على المكان اللي بنسمع فيه الفيتال هارت ساوند عشان نسجل الفيتال هارت بيت، وفي بروب ثالث الست بتمسكه في ايديها عشان كل ما الفيتس يعمل موفمنت هتدوس على البروب ده، فبالتالي احنا بنسجل الفيتال موفمنت. كل ده اسمه external، يعني انا ما اتعاملتش مع الفيتس في حاجه invasive خالص. وفي نوع تاني اسمه internal CTG او invasive، ده اللي هو after rupture of membrane، ده لازم يبقى اثناء الليبر. after rupture of membrane انا بحط البروب على الفيتال سكالب، تمام؟ فدوت لازم يبقى الممبرين ruptured عشان نحط البروب على الفيتال سكالب، وبيسجل نفس الكلام. احنا مش علينا اي invasive، بس المفروض انتوا عارفين انتوا في حاجه اسمها internal، لكن كل اللي احنا بنتكلم فيه هو الاكسترنال سي تي جي. طيب الانديكيشنز، هل اي واحده حامل المفروض ان انا اعمل لها سي تي جي اثناء الحمل بتاعها؟ يعني اي واحده حامل لازم تكون عملت مره سي تي جي زي الالترا ساوند كده؟ لا مش لازم. اثناء البريجننسي المفروض اعمل السي تي جي للناس الهاي ريسك بريجننسي بس، تمام؟ يعني واحده مثلا بريشس بيبي حامل بعد كذا سنه انفيرتيلتي، واحده عندها دايابيتس وست بريجننسي، واحده عندها بري اكلامسيا، واحده الفيتس بتاعها كان عنده فيتال جروث ريستريكشن، واحده انا شفت ان هي فيها اوليجوهايدرامنس، اي اليمنت اوف ريسك المفروض ان هي تعمل سي تي جي، وممكن يتعاد تاني في الثيرد تريمستر. طيب في سؤال مهم بقى هنا، امتى التايمنج المظبوط ان انا اعمل سي تي جي؟ يعني هل السي تي جي ده بيتعمل عند 20 اسبوع مثلا، 25 اسبوع، ايه التايمنج بتاعي؟ لا، السي تي جي ده بيبتدي من الثيرد تريمستر اللي هو نظريا بيبدا امتى؟ 28 اسبوع. يبقى انا اول سي تي جي ممكن يتعمل، وده انا ما بقولش ان ده البيست تايم، هو ده التايم اللي انا ممكن ابدا فيه، 28 اسبوع. طيب ايه الاحسن وقت بقى يبقى ريلايبل السي تي جي؟ من 32 اسبوع. فهو هتلاقوا ان هو التايمنج المكتوب في الكتاب من 28 ل 32 اسبوع، تمام؟ يبقى ده التايمنج بتاع السي تي جي ده كده لو انا هعمله اثناء الحمل. طيب اثناء الولاده الانترا بارتم فيتال سيرفيلانس، ده اول حاجه بعمله لاي واحده بتولد تكون من الهاي ريسك، يعني الهاي ريسك بريجننسي دول هم بيولدوا، المفروض يبقى فيه مونيتورنج ليهم بالسي تي جي. تاني حاجه لو في انديوسد او ستيميوليتد ليبر، او اللي بنسميها اوجمنتد ليبر، الليبر اندكشن دوت اللي هو لو انا عملت اليوتراين كونتراكشنز، يعني واحده ما كانش عندها يوتراين كونتراكشنز وانا اديت لها مثلا ميزوبروستول اللي هو بروستاجلاندين اي 1 عشان يجي لها يوتراين كونتراكشن، او اوجمنتيشن اللي انا اديت لها اوكسيتوسين عشان اقوي شويه الكونتراكشن اللي هي اوريدي بريزنت عندها. ده الفرق ما بين الاندكشن والاوجمنتيشن، تمام؟ دي برضو معروف ان الاستيميليتد كونتراكشن بتبقى باورفول وبتبقى مور هارمفول على الفيتس اكتر من الناتشرال كونتراكشن، فعشان كده انا لازم اتابعها دي سي تي جي او بريشس بيبي ورك. ده كان الانديكيشنز اوف سي تي جي. الجزء اللي تحت ده اللي بيتسجل فيه اليوتراين كونتراكشنز، والجزء اللي فوق ده اللي بيتسجل فيه الفيتال هارت ريت. اهو ده التريسنج بتاعت الفيتال هارت ريت، وده التريسنج بتاعت اليوتراين كونتراكشنز. اهم حاجه لما يجي لنا سي تي جي بيبر في الامتحان نبص على هي جايه ازاي. يعني ده كده احنا هنقول كمان شويه ان تايبس اوف سي تي جي تيست، عندي تو تايبس،
يا اما حاجه اسمها نون ستريس تيست. نون ستريس تيست ده يعني بعمله عند واحده ما عندهاش يوتراين كونتراكشن اصلا، فبالتالي يا اما هتيجي سي تي جي بيبر الجزء اللي فوق ده بس من غير الجزء اللي فيه يوتراين كونتراكشن، مش هيجي اصلا، هتيجي الجزء اللي فيه فيتال هارت ريت تريسنج بس، يبقى ده كده ديفينتلي خلاص ده نون ستريس تيست. او ساعات تيجي الورقتين بس تيجي الورقه اللي تحت فاضيه ما فيهاش تريسنج لفيتال هارت ريت، فبالتالي برده هقول علينا نون ستريس تيست. او يجي زي ده كده انه ده كونتراكشن ستريس تيست، انا في كونتراكشن وبشوف الايفكت اوف كونتراكشن على الفيتال هارت ريت، فده اسمه كونتراكشن ستريس تيست. تمام، يبقى عشان لما يجي السؤال كمان شويه اما اوريكم الاكزامبلز الاسئله، اول سؤال بيتسال دايما ايه هو التايب اوف تيست. ده تايب اوف تيست مقصود بيه هو نون ستريس تيست ولا كونتراكشن ستريس تيست. هنعرف ازاي؟ نبص للسي تي جي بيبر، لقيت ان السي تي جي بيبر فيها كونتراكشن يبقى ده ديفينتلي كونتراكشن ستريس تيست. لقيت مفيش الجزء بتاع الكونتراكشن اصلا مش موجود او موجود وفاضي يبقى ده نون ستريس. ادي ده كده تاني السي تي جي بيبر. السي تي جي بيبر اهي في 6، يعني انا كل لاين دارك زي ده بيفصل لي 1 مينت. تمام، يعني ده كده دي كلها 60 دقيقه، يبقى اذا ان كل بوكس من ده بيشكل ايه 10 سكندز. الكلام ده مش مهم قوي بالنسبه لكم، بس عشان في ناس بتبقى عايزه تفهم الديتيلز دي، لكن ده مش مهم بالنسبه لكم، انتم ما عندكوش كومنت على حاجه، فدايما بنحط ارو ونقول هو ايه الفينومينا دي او ايه الفيجر ده او وات ايفر يعني، فهي بتبقى حاجه فيري سبيسيفيك، مش هتعملوا كومنت على حاجه. طيب الاول نبتدي في الكومنت بتاعنا او اللي احنا المفروض نعرفه على اليوتراين كونتراكشنز. اول حاجه المفروض نعرف اليوتراين كونتراكشنز هاو ماني كونتراكشنز بير 10 مينتس، اللي هي الفريكوينسي بتحصل قد ايه كونتراكشن بير، واحنا بنقيم الكونتراكشن دايما بير 10 مينتس. النورمال ان انا يبقى عندي من 3 ل 5 كونتراكشنز بير 10 مينتس. الكلام ده ابلايد لناتشرال كونتراكشن، نورمال كونتراكشنز جايه مع نفسها او induced contraction او augmented contractions، ايا كان السورس اوف كونتراكشن ده جاي للست ازاي، لازم يكونوا في النورمال رينج من 3 ل 5 كونتراكشن. ده بيتشكل مشكله كمان في الليبر ان هي عمرها ما هتولد وهي عندها inadequate contractions، ده لو اقل من 3 contractions per 10 minutes. تمام، طيب لو في اكتر من 6 او اكتر كونتراكشن بير 10 مينتس ده بنسميه تاكي سيستول. تاكي سيستول ده اللي هو الست بيبقى عندها كونتراكشنز كتير وبتيجي ورا بعض، بما انها كتير فبالتالي بتيجي ورا بعض مش بتلحق تريح ما بين الكونتراكشنز، وده المشكله ان ما بين الكونتراكشنز لازم اليوترس بياخد وقت ان هو زي ريفراكتوري بيريود كده عشان يرجع البلاد سبلاي اللي كان اكيد قل شويه وقت الكونتراكشنز، فالفيتس برده بيبتدي زي بالبلدي يشم نفسه شويه، فبما ان الفتره دي هتقل فالفيتس ممكن يتضر. تمام، الديفينيشنز دي مهمه وممكن تبقى سورس لام سي كيو. طيب تاني حاجه المفروض نعرفها الديوريشن، فور هاو لونج ذا كونتراكشن لاست، تقعد قد ايه الكونتراكشن. النورمال ان هي تقعد من 45 ل 60 دقيقه، برولونجد كونتراكشن لو هو قعدت اكتر من 60 دقيقه، قعدت اكتر من 60 ثانيه انا اسف. يبقى انا عندي الابنورماليتيز ممكن تبقى تاكي سيستولي، يعني بتبقى كتير بس بتقعد عادي الوقت الطبيعي، او تبقى ويزن نورمال من 3 ل 5 لكن بتقعد اكتر من دقيقه. الامبليتيود قد ايه بقى الكونتراكشن دي بتاليسيت بريشر جوه اليوترس، يعني اليوترس دوت لما بيحصل فيه كونتراكشنز بتحصل بيحصل فيه اكيد انكريز الانترا يوتراين بريشر. جميل، الانترا يوتراين بريشر ده لو انا قسته هيبقى قد ايه؟ المفروض ان في الفيرست ستيج تقريبا يبقى 50 مليمتر مركري، سكند ستيج لا بتعلى جدا جدا ممكن توصل ل 120 مليمتر مركري. احنا كده خلصنا الجزء بتاع اليوتراين كونتراكشنز اللي انا المفروض اعرفه عن اليوتراين كونتراكشنز. طيب الفيتال هارت بيتس، فيتال هارت بيتس اي فيتال هارت ريت، والكلام دوت هو لاي حد في اي ليفل بيدرس السي تي جي، انا ما عنديش غير 4 بارامتر ببص عليهم. اول حاجه الريت، ثاني حاجه نعم انا اسفه بس ان انا بقطع حضرتك، انا بالضبط. عايزه بس ادي حضرتك هيدز اب انه بيبقى في لاج ما بين الصوت والصوره، فلو هنشرح الحتت اللي جايه على جراف لو ينفع حضرتك بس تكون بترسم بالهايلايترز عشان احنا بنشوف اللي حضرتك بتشاور عليه بعد ما حضرتك بتكون خلصت كلامك. ايوه تمام خلاص اوكي ماشي، لو ينفع بس حضرتك ترسم على السكرين لان احنا محتاجين نشوفه يعني. طيب اوكي خلاص اوكي ماشي.
كنا بنقول ان البارامترز اللي ببص عليها في الفيتال هارت بيتس، واحد الريت، تاني حاجه البيت تو بيت فاريابيلتي، وده هنعرفه بعدين يعني ايه، وفي حاجه اسمها اكسلريشن وحاجه اسمها ديسلريشن، هنعرف واحده واحده يعني ايه الكلام ده. طيب اول حاجه البيزل فيتال هارت ريت، النورمال فيتال هارت ريت، الريت العادي يعني قد ايه الهارت بيفاير بريت كام في الفيتس. الطبيعي ان هو يبقى من 110 ل 160 بيتس بير مينت، تمام، لحد 26 اسبوع، ممكن 27 اسبوع كمان. الفيتال هارت ريت بيبقى كنترولد بسيمباثيتك نيرفس سيستم، بس السيمباثيتك ده بيعمل ايه؟ بيعمل تاكي كارديا، ده الطبيعي. الهارت ريت ممكن يبقى اعلى من 160، وهو فعلا بيبقى اعلى من 160 بكتير. فعشان كده انا مش بكونسيدر اس تي جي اصلا قبل 28 اسبوع. بعد كده از ذا فيتس ماتيورز، بعد كده لا، الباراسيمباثيك بيبتدي يدخل معانا في الكنترول، فطبعا الباراسيمباثيك بيعمل ايه؟ ده بيجس، فبيعمل سلوينج للهارت ريت، تمام. يبقى ده النورمال فيتس هارت ريت. طيب انا بقى باجي بشوف، لو انا عايز اشوف، انا دلوقتي جبت لك تريس اهو، مبدئيا لو الصوره دي جت في الامتحان وقلنا ايه التايب اوف تيست، انا عندي كام جزء من السي تي جي بيبر، انا عندي الجزء الاولاني بس اللي هو في الفيتال هارت ريت بس، مفيش الجزء الثاني اللي المفروض يبقى هنا، يبقى ده التايب اوف تيست نون ستريس تيست. طيب نرجع للنقطه الثانيه، انا دلوقتي عايز اشوف انتربريتنج الفيتال هارت ريت، باجي اشوفه ازاي؟ دلوقتي الفيتال هارت تريسنج حته طالعه وجزء نازل وجزء طالع ثاني وجزء ماشي كويس وبعد كده في حته نازله وبعد كده في جزء نازل ثاني هنا، طب انا هشوف الفيتال هارت ريت ازاي؟ السيجمنتس دي اللي معمول عليها الاسهم دي، لو انتوا لاحظتوا ده اكتر جزء كونستنت في التريس، يعني في التريس ده كله اكتر جزء كونستنت فين؟ هو الجزء ده اهو، هو ده الجزء الكونستنت. لو انا جيت شفت الجزء الكونستنت ده كورسبوندنج لكام، هنلاقي ان هو تقريبا 130 بيت بير مينت، يبقى انا هنا الفيتال هارت ريت 130 بيت بير مينت. يبقى تاني انا بشوف ازاي الفيتال هارت ريت، هحكم عليه ان انا اشوف الموست كونستنت سيجمنت في التريس، هو ده الموست كونستنت سيجمنت، يعني اي جزء فيه جزء زي الجزء ده لا مستحيل ان انا اشوف فيه ريت، لان هو في جزء طلع وجزء نزل، لكن ممكن اشوف في الحته دي برده الجزء ده، ممكن اشوف في الجزء ده وهنلاقيه عند نفس الفكره اللي هو 130، تمام. يبقى ده كده اول حاجه لو انا عايز انتربريت الفيتال هارت ريت. طيب انا لا بديسكرايب ازاي الفيتال هارت ريت، بقوله بيت بير مينت عادي زي الادلت مفيش مشكله، النورمال من 110 ل 160 بيت بير مينت، اكتر من 160 بسميه تاكي كارديا، برادي كارديا اقل من 110 ده ما فيهوش مشاكل. ده اكزامبل التاكي كارديا اهو، لو انا تاني هطبق نفس القاعده ازاي اشوف الفيتال هارت ريت، هشوف الموست كونستنت سيجمنت اللي هو الجزء ده والجزء ده والجزء ده، تمام، اكتر حتت كونستنت ما فيهاش تشينجز كتيره، هتطلع عند 180. طيب ايه الديجريز بتاعت التاكي كارديا؟ من 160 ل 180 بنسميه مايلد تاكي كارديا، وفي ناس في ريفرنسز او ليتريتشر يعني مش بيعتبر ان ده تاكي كارديا اصلا، وبيعتبروا التاكي كارديا سيجنيفيكانت من اول 180، تمام. فانتوا ممكن نقول انه من اول 180 مودريت او سيجنيفيكانت تاكي كارديا، نسميها مودريت اور سيجنيفيكانت تاكي كارديا. سيجنيفيكانت بمعنى يعني ات ماست يو ماست تيك ان اكشن، لازم تعمل اكشن هنا اكتر من 180، لكن من 160 ل 180 لا، ممكن الفيتس دوت يبقى ترانزيتوري تشينج ويرجع تاني، فبالتالي انا مش هعتبره ان هو فيه مشكله الا لو كانت بريزيستنت يعني، لكن اكتر من 180 لا، دي significant tachycardia ولازم اخد اكشن واشوف سببها واشخص. اكتر من 200 ده سيفير، ودايما دايما بتقول لي ان في مشكله في الفيتال هارت اللي هو اريزميا زيه زي الادلت اريزمياز بالظبط، تمام. يبقى ده tachycardia. اكزامبل تاني للفيتال tachycardia اهو، انا عندي سي تي جي تريس، برده بكرر تاني ان سي تي جي بيبر دي لو جت ده اسمه نون ستريس تيست، عشان ده مش موجود في الجزء بتاع اليوتراين كونتراكشن. جميل، اشوف ازاي الفيتال هارت ريت، اجي عند الموست كونستنت سيجمنت اهو، الجزء ده كام؟ الجزء ده 170، لو جيت هنا برضو الجزء ده كونستنت هنا كام؟ برضو 170، يبقى ده كده فيتال تاكيكارديا. ده اكزامبل لفيتال تاكيكارديا برضو، يعني هي دي فيتال اريزميا حاجه ما تهمكوش، لكن هي بالنسبه لكم هي فيتال تاكيكارديا كلها ثابته عند كام؟ عند 180. طيب محتاجين نعرف ايه؟ محتاجين نعرف كوزز، تمام.
في كوز مهمة جدا جدا لازم نفتكره دايما عشان ده ممكن يبقى مدخل من مداخل الكيس سيناريو، انه يقول لك ان الست وهو بيحكي لك القصة يقول لك دي عندها فيفر لأي سبب أي سبب، يعني واحدة مثلا عندها suspected كورونا وعندها chest symptom وعندها فيفر، بعمل لها سي تي جي متوقع ان انا هلاقي ايه؟ هلاقي تاكيكارديا، زي ما هي بيجي لها من الفيفر تاكيكارديا. انتوا عارفين ان الفيفر لكل سنتيجريد بيعلى بيزيد الماتيرنال هارت ريت قد ايه 10 بيت بير مينيت، دي حاجه معروفه، كمان الفيتال هارت ريت بيزيد، تمام؟ فاي ماتيرنال فيفر او ماتيرنال انفكشن اللي هو اهمهم الكوريو امينيونايتس اللي يهمنا بالنسبه للنساء، ده هيزود الفيتال هارت. ممكن الايرلي فيتال هايبوكسيا لو حد بياخد انتي كولينرجيك دراجز زي الاتروبين ومشتقاته، حد بياخد بيتا سمباسومايماتيك زي اشهر حاجات اللي هي بتاعه البرونكيال ازما زي الفنتولين والكلام ده، سالبوتامول والحاجات دي والتربيوتالين، دي حاجات بتاعه برونكيال ازما، فلو واحده بتاخدها زي ما هي بتعمل لها هي تاكيكارديا هتعمل الفيتا تاكيكارديا. لو حد كوكين ادكت، ماتيرنال انكزايتي، فيتال انيميا زي ما اي انيميا بتعمل تاكيكارديا، برضو لو الفيتس ده عنده انيميا هتعمل تاكيكارديا، وطبعا كارديك اريزما. تمام، مش محتاجين تحفظوهم، في حاجات باللوجيك بس اول واحده دي افتكروها. طيب ده كده خلاص الفيتال تاكيكارديا. هنتكلم بقى على الفيتال برادي كارديا. فيتال برادي كارديا باي ديفينيشن يعني بيزل فيتال هارت ريت اقل من 110 بيت بير مينيت. برده هعرفه ازاي؟ بشوف الموست كونستانت سيجمنت اللي هو السيجمنت ده، اوكي هنلاقيه عند 100، وفي السيجمنت ده عند 90، يبقى هو اكيد فيتال برادي كارديا. واحنا طبعا بنشوف اقل سيجمنت، فبما انه هو اقل جزء وصل له هو 90، يبقى انا هعتبر ان الفيتال هارت ريت هنا 90. طيب زي ما قلنا في التاكي كارديا ان انا من 160 ل 180 ده بنسميه مايلد او نون سيجنيفيكانت تاكي كارديا، برده في البرادي كارديا من 100 ل 110 ده بسميه مايلد او ان سيجنيفيكانت او نون سيجنيفيكانت برادي كارديا. سيفير برادي كارديا او سيجنيفيكانت برادي كارديا لو اقل من 100، اقل من 100 ده لازم اتدخل ولازم اشخص واعرف ايه السبب، ده فيتال برادي كارديا. نفس الكلام الكوزز اوف فيتال برادي كارديا، في اسباب منطقيه زي مثلا برولونجد كورد كومبريشن، كورد برولابس، تيتانيك يوتراين كونتراكشنز، يوتراين كونتراكشن بتقعد فتره طويله فتعمل زي تيتاني كده، مثلا بوست ديت بريجننسي، دي اسباب الى حد ما منطقيه. ايه بقى اللي انا عايزكم تفتكروها برده عشان ممكن تيجي في 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 كيس سيناريو؟ ابيديورال اند سباينال اناستيزيا. كل الستات بيولدوا سيزيريان بياخدوا ايه النوع اوف اناستيزيا اللي بيجي اللي بيتاخده الستات؟ سباينال او ابيديورال. بيعمل ايه السباينال او الابيديورال؟ انتوا لسه ما خدتوش اناستيزيا فمش عارفين، هو بيعمل هايبوتنشن سيجنيفيكانت، بيعمل سيجنيفيكانت هايبوتنشن، ممكن البلد بريشر بتاع الست بعد ما تاخد سباينال او ابيديورال ممكن يبقى 60 30 60 40 حاجه كده، لان هو قايم على فكره سيمباثيك بلوكيد، هو بيقفل السيمباثيك نيرفس اوتبوت خالص. تمام، فزي ما الام هتضطر يجي لها هايبوتنشن، الفيتس برضو اكيد الكاردياك اوتبوت اللي رايح له هيقل، فبيحصل فيتال براديكال. فممكن يقول لك اكزامبل ان واحده داخله تولد سيزيريان اخذت الاناستيزيا ومش عارف ايه، وبعد كده بيشوفوا حصل ديلي لاي سبب، فبنشوف الفيتال هارت ريت لقينا براديكارديا. ايه سبب البراديكارديا ديت؟ ودي لك اكزامبل، هي السبب الهايبوتنشن اللي حصل نتيجه الابيديورال او السباينال اناستيزيا. تمام، يبقى دي كده الفيتال براديكارديا واسباب. طيب احنا كده خلصنا اول بارامتر اللي هو الفيتال هارت ريت. سام اب بسرعه، الفيتال هارت ريت ده المفروض اعرف فيه ايه؟ المفروض اعرف النورمال بتاعه اللي هو من 110 ل 160، اعرف بشوفه ازاي؟ هشوفه ازاي اللي هو بشوف الموست كونستنت سيجمنت في التريس بتاعي وبقول ان هو ده الفيتال هارت ريت، واعرف التاكي كارديا الجريدز بتاعتها واسبابها، واعرف البرادي كارديا الجريدز بتاعتها واسبابها. يبقى ده كده اول بارامتر اللي هو الفيتال هارت ريت. طيب تاني حاجه بيز لاين فاريابيلتي. بيز لاين فاريابيلتي دي حاجه سبيسيفيك للفيتال هارت ريت، يمكن دي اصعب حاجه ان انتوا تفهموها مني، ان انا ممكن اتعب في ان انا اوصلها لكم شويه، هي البيز لاين فاريابيلتي. ده مش موجود في الادلت. الادلت الفيتال هارت الكارديك اوتبوت او الهارت ريت بتاعنا ثابت، يعني انا لو شفت الفيتال الهارت ريت بتاعي هلاقي ان هو 70 بيت بير مينيت، هو الهارت بيفاير بريت 70 لمده دقيقه كامله، ما بيتغيرش، ما فيش حاجه اسمها ان الهارت كل ثانيه او كل مومنت بيغير الفايرنج ريت بتاعه. لكن في الفيتس بما انه ايماتيور فبالتالي
في مشكله في الماتوريتي بتاعه السمباثيك والباراسمباثيك نيرفس سيستم، فبيديني الفلكتويشن بتوين البيز لاين فيتال هارت ريت. يبقى البيز لاين فاريابيلتي هي عباره عن فلكتويشنز فروم بيز لاين فيتال هارت ريت. نتيجه ايه؟ ان هي في مشكله في الماتوريتي بتاعه السمباثيك والباراسمباثيك نيرفس سيستم. ادي ده الاكزامبل. التريس ده مفروض لو هو ما فيهوش فاريابيلتي لما انا اجي ارسمه كده هنا كان يترسم از ستريت لاين. مش قصدي ستريت لاين ان هو زي ده كده ستريت لاين، لا انا قصدي ان اللاين ده نفسه ما يبقاش فيه الفلكتويشن اللي انا اطلع وانزل بيها. شايفين هو بيمشي ازاي؟ شايفين انا ماشي ازاي؟ انا كل شويه بنزل بوينت واطلع بوينت، انزل بوينت واطلع بوينت، انزل بوينت واطلع بوينت. ادي هنا نزلت وكده طلعت بوينت، طلعت كذا بوينت كمان، نزلت تاني طلعت تاني. كل دي كده اسمها زي سيريشنز كده او فلكتويشنز بتحصل في البيز لاين هارت ريت. تمام، نتيجته ان السيجمنت ده مثلا ما بقاش ستريت، ما بقاش ستريت لاين، ما بقاش خط كده ثابت ما فيهوش سيريشنز. جميل، دي بسميها بيت تو بيت فاريابيلتي او لونج تيرم او شورت تيرم فاريابيلتي. انا اسف. تمام، لو انا بقى خدت جزء زي ده وكبرته، يعني لو انا خدت جزء ده مثلا وكبرته هنا، هتيجي تلاقي انه ادي البيت دي اهي، البيت اللي بعدها فين؟ ما سجلتش جنبها. هو كان طبيعي ادي البيت هنا، الطبيعي لو انا ادلت هتسجل فين؟ جنبها، وبعد كده الطبيعي جنبها، وهكذا جنبها. تمام، لكن البيت اللي بعدها سجلت فين؟ سجلت فوق، وبعد كده تحت، وبعد كده فوق. طبعا مش لازم تبقى كده، ممكن تبقى فوق هنا والبيت اللي بعدها تسجل فوقيها بسنه، وبعد كده تحتها بسنه، وهكذا. عشان كده انا باكد عليكم انه الفيتال سي تي جي از نوت ان اي سي جي. تمام، الفيتال سي تي جي مش اي سي جي. الاي سي جي بتاعنا بتاع الكبار هو اللي بيبقى فيه ويفز مختلفه، عشان ده بيشوف الالكتريستي بتاعه الهارت، بيشوف الالكتريكال ويفز اللي موجوده بيطلعها الاس اي نود في الهارت. لكن السي تي جي انا مجرد ان انا بسجل الفيتال هارت ريت بس، كانك حاطط ايدك على البلس بتاع شخص بس، هو ده السي تي جي. جميل، طيب ده كده الشورت تيرم فاريابيلتي. هنتكلم عليها كلمتين، اسمها شورت تيرم فاريابيلتي او بيت تو بيت فاريابيلتي. هي بتبقى عباره عن ايه؟ سمول رابيد ريزميك فلكتويشن، سمول رابيد ريزميك فلكتويشن بتدينا السو توث ابييرنس. لازم هي دي عباره عن نورمال ريجولاريتي اوف كاردياك ريزم، دي نورمال لازم تبقى موجوده، بما ان الفيتس ده هو الطبيعي ان الباراسمباثيك والسمباثيك نيرفس سيستم بتوعه اماتيور، فمعنى ان هم شغالين ان هم يشتغلوا بزيس اماتيورتي اللي هم يعملوا لي الريجولاريتي. الريجولاريتي ان بيتس دي ليها ليميت، لازم تكون من 5 ل 15 بيتس بير مينيت. يعني لو انا قلت دلوقتي ان انا البيت هنا مثلا كانت 130، فلازم بير مينيت ما تزيدش عن 135 وما تقلش عن 125، عشان اقول ان هو من 5 ل 15، فهي المفروض ما تقلش عن 125 وما تزيدش عن 145 عشان تبقى البير مينيت. يعني انا اللي تشينج، لو انا قلت ان ده كده هنا ادي ده البيت بتاعتي 130، لو جيت بعد دقيقه هنا عايز اقيم الشورت تيرم فاريابيلتي بتاعتي لازم الاقيها من 125 ل 145، من 5 ل 15 بيت بير مينت. ده النورمال. لو انا لقيتها كده فهقول ان ده نورمال بيت تو بيت فاريابيلتي، وده كويس جود ساين. ممكن يبقى مودريت، ممكن يبقى مينيمال، ودول ما لهمش ارقام، وممكن يبقى ابسنت، مفيش بيت تو بيت فاريابيلتي، وهنشوف الكلام ده. طيب هل دي حاجه كويسه البيت تو بيت فاريابيلتي؟ ايوه، دي ري اشورنج ساين، لان انا عندي جود اوتونوميك انتر بلاي. معنى ان هو جود اوتونوميك انتر بلاي انه هو في انتكت اكتنج سنترال نيرفس سيستم مع الهارت. تمام، طيب هو ايه الفكره؟ الفكره ان انا لو في اي سي ان اس ديبريشن، حصل ديبريشن للسي ان اس ده باي حاجه من اي سبب من الاسباب، مثلا واحده بتاخد دراجز بتعمل سي ان اس ديبريشن، الانستيزيا دراجز اللي بتعمل سي ان اس ديبريشن، هتعمل ايه؟ هتعمل سي ان اس ديبريشن الفيتال اوتونوميك نيرفس سيستم، فهيعمل ابسنت او مينيمال بي تو بيت فاريبل. طيب لو لقيت ان الشورت تيرم فاريابيلتي اقل من 5 بيت بير مينت، ايه اللي ممكن افكر فيه؟ اول حاجه ان يكون في فيتال سليب بيريد، الفيتس ده نايم، وطبعا ده هيبقى انترميتنت وهيرجع تاني. الاقي سي ان اس ديبرشن، يبقى في بريماتيورتي عشان اماتيور باراسمباثيك نيرفس سيستم، يبقى في هايبوكسيا، الدراجز زي اللي احنا كنا لسه بنقولها، الماتيرنال سموكينج بيعمل كده. طيب نشوف بقى اكزامبلز، ادي ده كده كل الجريدز اوف بيز لاين فاريابيلتي.
اول جريد اهي شايفين انا همشي بال 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 بالكرسر على الخط، شايفين الفيتال هارت ريت عامل ازاي هنا، مفيش ولا اي فاريابيلتي، فده ابسنت فاريابيلتي او انديتكتبل فاريابيلتي. يعني انا هنا مسكت القلم رسمت خط مستقيم، انا رحت ماسك القلم رسمت خط مستقيم كده خلاص، ده كده ابسنت فاريابيلتي. طيب رقم 2، لا 2 ده فيه فاريابيلتي زي ما انتم شايفين لكن مينيمال، اقل من 5 مينيمال. طيب 3 ده النورمال بتاعنا اللي هو في فاريابيلتي اه وكويسه وعامله لي السو توث ابييرنس، وهي من 6 او من 5 ل 25. طيب نيجي بقى نشوف لو انا الفاريابيلتي دي زادت عن 25، خلي بالنا احنا قلنا ان النورمال من 5، النورمال قلنا من 5 ل 15 اوكي. لو انا الفاريابيلتي دي زادت عن 15 او في بعض الريفرنسز بيقولوا 25 هيديني المنظر ده، المنظر ده اللي هو في تحس ان هو الريجولر فيتال هارت ريت، دي مش اكسلريشن يا جماعه، يعني انا ما اقدرش اقول على ولا واحده من دي اكسلريشن تمام لما هناخدها كمان شويه. لا دي مشكله ان انا عندي اكسسيف بيت تو بيت فاريابيلتي تمام. احنا هنخلي الرقم ده 15 مش 25، 25 ده اه مكتوب بس مش بالنسبه لك، هو 15 ده الابر ليميت اوف نورمال بتاعنا. يبقى ده كده اشكال الابنورمالتيز الموجوده في الفيتال بيز لاين بي تو بيت فاريابيلتي. دكتور نعم انا مش فاهم الحته بتاعت 5، 5 يقل عن 5 زي ما 5 دي مش عارفه استوعب. طيب هنرجع تاني، انا دلوقتي عندي اهو 130 هنا، دي البيت بتاعتي، احنا بنقول ان هو النورمال يبقى من 5 ل 15 فاريابيلتي في الدقيقه، انا في دقيقه عدت اهو هنا وعايز اشوف البيت بتاعتي الدقيقه اللي بعدها بعد دقيقه. لو انت كنت 130 فالدقيقه اللي جايه المفروض ان انت لما تشوفي البيت بتاعتك تيجي تشوفي اكتر جزء فيه الريت بتاعك كان فين، تلاقيه ان هو قل عن ده 5 فبقى 125 او زاد عن ده اب تو 15 بقى 145. اقل من 5 يبقى ما فيش فاريابيلتي كويسه، اكتر من 15 يبقى في اكسسيف فاريابيلتي. ام اي كلير ولا ايه دكتور؟ 5 نورمال ولا 6؟ هو مكتوب ان هو 5 ده انكلودنج معانا، يعني من 5 ل 15 ال 5 انكلودنج معانا، فهو مور ذان اور ايكوال 5، هو ده المعنى. دكتور يعني هو التغير من دقيقه لدقيقه؟ لا مش من دقيقه لدقيقه، بس احنا بنقيسه، هو ده اسمه بيت تو بيت، هو اسمه بيت تو بيت فاريابيلتي، بس انت لما بتيجي نقول النورمال بنقول ان هو من 5 بيت بير مينيت، احنا لما بنيجي نعمل اسسمنت بنعمل اسسمنت بير مينيت، لكن هو اسمه بيت تو بيت فاريابيلتي، فالتغير مش من دقيقه لدقيقه، التغير من بيت تو بيت. اه يعني من البيت دي للبيت اللي وراها على طول انا بحسب. ايوه بالظبط، البيت دي من 5 ل 15 لما تتحسب في دقيقه هتبقى الفاريابيلتي بتاعتها ايه بالظبط كده. تمام شكرا. طيب السلايد دي مهمه جدا يا جماعه، وانا اعتقد ان هي اكيد هتجي لكم في الامتحان تمام. ده نوع من الباترن كده اسمه ساينوسويدال باترن. ايه الساينوسويدال باترن ده؟ مبدئيا كده لو احنا قلنا ايه تايب اوف تيست ده، ده كونتراكشن ستريس تيست. ليه؟ اديني عندي التو بارتس اوف سي تي جي بيبر، والجزء اللي تحت فيه كونتراكشن والجزء اللي فوق فيه فيتال هارت ريت. ايه بقى الساينوسويدال باترن ده؟ انا عايزكم تعرفوا كل كلمه هنا كده تعرفوها وتفهموها. اولا هو حاجه رير جدا، يعني انا ما شفتوش غير مرتين، بقى لي 7 سنين اهو بشتغل لسه ما شفتوش غير مرتين، بس هما بيحبوه يسالوكوا فيه كالعاده. المهم هو رير بس فيري اومينس تمام، هو فيري فيري اومينس باترن، بنسميه تيرمينال باترن، يعني لو انت شفت فيتس بيعمل الباترن ده هو غالبا هيموت وذين مينتس تمام. طيب هو عباره عن ايه بقى؟ عباره انتوا شايفين هنا لو احنا ركزنا كده الرسمه دي عامله ازاي، هو عباره عن انديوليتنج باترن. فاكرين لما كنا بنقول الانديوليتنج فيفر، يعني تنزل خالص وتطلع خالص وتنزل وتطلع، انديوليتر انديوليتنج فورم بيعمل انديوليشن، فبيديني صوره ساين ويف او سو توث ابييرنس جميل. بس المميز ليها هنا ان هو سموث تمام. سموث ده بمعنى ايه؟ سموث بمعنى انه ما فيش بيت تو بيت فاريابيلتي جميل. يبقى هو سموث
مفيش بيت تو بيت فاريابيلتي. ممكن حد يسالني مفيش بيت تو بيت فاريابيلتي زي هو بيرسم كده؟ ايوه، هو انا تاني بكرر انه بيت تو بيت فاريابيلتي مش مسؤوله على الكيرف ان هو يبقى كله سيريتد. لا، لو انا جيت عند الخط ده وانتوا شايفين الخط ده، شايفينه مرسوم ستريت ولا سيريتد؟ ستريت، الحته دي بس كده ستريت، شبه اللي تحت ده كده ستريت. لكن اللي احنا كنا بنقوله في الفاريابيلتي، لا، الخط ده نفسه مش ارشر، هو سيريتد كده، ده مش موجود هنا. فعشان كده هو سموث وريجولر، بيتكرر على ريجولر انترفلز. تمام، ات ريبيتس من 2 تو 5 سايكلز بير مينيت. يعني لو جيت خدت، هو هنا مش باين الدارك لاينز قوي المينيتس منين، بس لو قلت من هنا مثلا لدي مينيتس، هتلاقي ان الجزء اللي ما بينهم من 2 تو 5 سايكلز بير مينيت. واهم حاجه مفيش فيتال اكسلريشن، كل ده كده لما نضمه على بعضه اسمه ساينوسويدال باترن. يبقى هو رير اومينس، غالبا انديكيتنج very soon fetal death. وصفه ان هو undulating pattern, sine waves, tortuous appearance, regular, smooth. بيتكرر الwaves بتاعته دي من 2 ل 5 waves per minute وما فيهوش acceleration. طيب ايه اسبابه بقى؟ اي حاجه بتعمل fetal anemia، اشهرها ال RH incompatibility، fetal hypoxia، chronic fetal bleeding، يعني الفيتس دوت بينزف. اشهر حاجه، اشهر سبب للفيتال بليدنج ايه؟ الفازا بريفيا، فيتو ماتيرنال هيموريدج، سيفير اسيدوزز. يبقى احنا هيلزق في دماغنا انه ساينوسويدال باترن از ديو تو سيفير فيتال انيميا. تمام كده، احنا خلصنا تاني جزء من الفيتال هارت ري، الفيتال هارت بيت كومنت اللي هو الفاريابيلتي. ثالث جزء الاكسلريشن. يعني ايه اكسلريشن؟ acceleration دي عبارة عن abrupt increase. ياريت نعرف كلمة abrupt عشان لما نيجي تقلل decelerations فيها حاجات gradual وفيها حاجات abrupt. يبقى أنا أول حاجة abrupt change هنا بتحصل هي acceleration. يبقى أنا ده عبارة عن abrupt change في صورة increase in fetal heart rate above the baseline. لازم يكون ال change ده 15 beats لمدة 15 seconds. تمام؟ يبقى لازم ال change ده يزيد 15 beat at least، ولازم يقعد مستمر في الزيادة دي at least 15 seconds. بس أنا بقول at least 15 seconds، طب أنا عندي upper limit؟ آه، لازم يكون أقل من 2 minutes in duration. تمام؟ تعالوا نشوف الرسمة بتاعتي. ده كده هنا كان في fetal heart rate أهو، ده fetal heart rate وده uterine contractions. حلو؟ جاء هنا الفيتال هارت ريت كان ماشي هنا كويس، جيت لقيته من اول هنا اهو حصل abrupt increase of fetal heart rate. بدل ما كان الريت بتاعه 130، لو شفت البيك بتاعه وصل فين هلاقيه وصل فوق ال 150. يبقى اذا حقق لي اول شرط اللي هو اكتر من 15 بيت بير مينت. ولو جيت قست المسافه من اول ما طلع لحد البيك بتاعه هلاقيه ان هو قعد اكتر من 15 ثانيه، يبقى ده اسمه acceleration. يبقى هنا ممكن يجي التريس ده ويشاور لك ارو هنا كده يقول لك ايه الفينومينا دي، ده فيتال acceleration. فيتال acceleration 15 بيت بير مينت، يعني بتزيد لمده 15 بيت بير مينت من اول الاونست بتاعتها لحد البيك، وبتقعد 15 سكند من اول الاونست لحد البيك، بس لازم تبقى اقل من 2 مينتس. تمام؟ طيب ليه اقل من 2 مينتس؟ عشان لو هي اكتر من 2 مينتس هتبقى اسمها prolonged acceleration. هنقول الكلام ده كمان شويه. طيب كل الديفينيشن اللي انا قلته ده بيابلاي لو الفيتس ده اكتر من 32 اسبوع. بس انا قلت من شويه في الاول كده ان انا ممكن اعمل السي تي جي ده في 28 اسبوع. طب الناس بقى اللي هم من 28 ل 32 اسبوع هعمل لهم ايه؟ بما ان الفيتس دول بيبقى لسه عندهم اماتيور نيرفس سيستم، فانا هقلل الارقام شويه، هقول ان هي لو قبل 32 اسبوع هقول ان هي محتاج بس زياده 10 بيت بير مينت ومحتاج زياده 10 سكند. تمام؟ بتقعد طبعا تاني اقل من 2 مينتس. تمام؟ يبقى لو انا قبل 32 اسبوع يبقى انا هكتفي ب 10 بيت بير مينت و10 سكند. طيب prolonged acceleration لو هي قعدت اكتر من 2 مينتس. تمام؟ انا كل اللي فات عمال اقول at least 15 بيت بير مينت for at least 15 سكند او اكتر، بس لازم تبقى اقل من 2 مينتس. طب ليه؟ عشان لو هي اكتر من 2 مينتس بس اقل من 10 مينتس دي اسمها prolonged acceleration. طب لو هي اكتر من 10 مينتس بقى؟ لا، لو اكتر من 10 مينتس قعدت 10 دقائق كامله في انكريز، يبقى ده اسمه ببساطه هو تشينج ان بيز لاين، يعني ده تاكي كارد. تمام؟ في حد عنده مشكله لحد هنا؟ حد عايز يسال في حاجه؟
اوكي. هنبتدي بقى ندخل في الاكسلريشنز. انا اسف الديسلريشن. ايه الديسلريشنز؟ هو نفس ال نعم لا انا الصوت مش واضح لي. الاكسلريشن او تاكيكارديا يا دكتور؟ ما انا بقول من بدري الاكسلريشن ديت ان هو ده عباره عن ترانزيتوري تشينج، يعني بتزيد اكتر من 15 ثانيه وبتقعد اقل من 2 مينتس. لو قعدت من 2 مينتس ل 10 مينتس دي اسمها برولونجد اكسلريشن. اكتر من 10 مينتس انكريز ده اسمه تاكيكارديا، ده تشينج في البيز لاين مش اكسلريشن، مش ترانزيتوري تشينج. تمام اوكي. طيب الديسيليريشن بقى هو ديكريز ان بيز لاين في الفيتال هارت ريت، وانا بعمل له كلاسيفيكيشن اكوردنج هو حصل فين مع اليوتراين كونتراكشن. هل حصل مع ان اسوسيشن اوف يوتراين كونتراكشن؟ اهو زي ده، ادي اليوتراين كونتراكشن، ادي البيك بتاعتها، وفي نفس الوقت ان كونكوردنس ليها حصل اللوست او النادير تشينج في الفيتال هارت ريت، يبقى ده اسمها early deceleration. ليه early؟ عشان حصلت with uterine contraction coinciding with uterine contraction، تمام؟ in association with uterine contraction، كل الكلام ده. يبقى تاني ال early deceleration دي عبارة عن in association with uterine contraction visually change. ياريت ناخد بالنا ان ده gradual decrease، يبقى ال early deceleration عبارة عن gradual decrease in fetal heart rate with return to baseline تاني لما ال contraction تخلص. يبقى النادير of deceleration occurs at the same time of peak of contraction، الاثنين مع بعض، تمام كده؟ فطبعا الصورة دي مشهورة وبتيجي كتير جدا ان هو يشاور لك على ده. ايه ده early deceleration؟ ايه سببه؟ هنعرف كمان شوية. تاني بقى كده ايه type of test؟ ده مدام عندي two parts وادي فيه contraction، يبقى ده contraction stress test، تمام؟ يا ريت نخلي بالنا من الرسمه دي، عشان الرسمه دي في زمايلكم كتير بيتلخبطوا فيها وبيقولوا عليها ليت ديسيليريشن، لكن دي ايرلي ديسيليريشن. الرسمه دي بالذات بتيجي، يعني هي بتيجي سبيسيفيكلي كده، هي الورقه دي موجوده والصوره دي موجوده فبتيجي كتير. ده البيك بتاعت اليوتراين كونتراكشن، وادي النذير بتاعت الديسيليريشن، يبقى دي ايرلي ديسيليريشن مش ليت ديسيليريشن، تمام؟ يا ريت تركزوا فيها، دي ايرلي مش ليت. هو الناس بتبص هنا، حتى لو هي هنا هي برضو ستيل قريبه جدا جدا، عشان تبقى ليت المفروض ان هي تبقى بعد ما الكونتراكشن تخلص خالص، فتبقى هنا كده النادير بتاعها، فدي ايرلي ديسيليريشن مش ليت. طيب ايه سبب الايرلي ديسيليريشن؟ بمنتهى البساطه اثناء اليوتراين كونتراكشن اللي هي حاصله كوينسايدنج معاها، مش انا بقول ان هي بتحصل كوينسايدنج وذ يوتراين كونتراكشن، اثناء اليوتراين كونتراكشن في البيك بتاعتها كده اليوتراين كونتراكشن دي وظيفتها ايه؟ ان هي تروح عامله هيتنج، بتخبط الفيتال بارت اللي موجود تحت في الـ في الـ عند البلفك انلت كده عشان يحصل له ديسنت وينزل. ايه بقى الفيتال بارت ده في 90% او اكتر من الحالات؟ هو الفيتال هيد. فاذا اللي بيحصل هنا ان انا بيحصل لي فيتال هيد كومبريشن. طب وبعدين خير لما يحصل فيتال هيد كومبريشن ايه الفكره؟ الفكره ان الفيتال هيد كومبريشن اول ما الهيد بتخبط في البلفس كده بيحصل فيجل استيميوليشن، تمام؟ فالفيتال هيد كومبريشن بتعمل لي فيجل استيميوليشن، فبالتالي احنا عارفين ان الفيجاس دوت بارا سيمباثيتك، فبيحصل سلوينج اوف فيتال هارت ريت. طيب ده اول حاجه. طب هل دي حاجه طبيعيه؟ اه دي حاجه ما دام هي بتحصل ويز يوتراين كونتراكشنز، بس دي حاجه مش ريأشورنج، يعني مش حاجه تطمني، مش حاجه ريأشورنج، بس حاجه نورمال ما فيهاش مشكله، بتحصل في اكتر من 90% اوف سكند ستيج اوف ليبر. يعني لو عندي 100 ست بيولدوا 90 منهم هيحصل لهم ايرلي ديسيليريشن في السكند ستيج اوف ليبر، تمام؟ وهي نوت كونسيدرد ان اومينس ساين، هي دي حاجه عاديه، مش برضو هي مش ريأشورنج، بس يعني مش حاجه تطمن اكيد، بس مش حاجه تقلق برضو، هي حاجه متوقعه ان هي تحصل في سكند ستيج اوف ليبر، تمام؟ طيب لو قال لك الكونكلوجن بتاعك ايه؟ يعني انت شفت باترن زي ده، ايه الكونكلوجن بتاعك؟ الكونكلوجن ان انا هكمل عادي ووتشفول اكسبكتنسي، ما فيهاش مشكله، ان دي مش حاجه تقلق، از لونج ان بقيه البارامترز بتاعتي كويسه، يعني فيتال هارت ريت كويس، البيز لاين فاريابيلتي كويسه، ولو عندي اكسلريشن كمان يبقى كويس جدا جدا، يبقى انا هكمل مفيش مشكله. ده كده كل ما يخص الايرلي ديسيليريشن، وفكركم تاني ان هي جراديوال ديكريز مش ابربت ديكريز. طيب نيجي نشوف النوع الثاني بقى. النوع الثاني ده ادي كونتراكشن، ده كونتراكشن ستريس تيست، ادي كونتراكشن حصلت هنا وانتهت خلاص خالص، اهو بصوا شايفين قد ايه. لقيت بقى ان الفيتال هارت ريت هنا، لقيت ان الفيتال هارت ريت ابتدى ينزل هنا وعمل النادير بتاعته بعد كتير جدا ما الكونتراكشن خلص، تمام؟ ده بقى بيحصل نتيجه ايه؟ لا ده انا هنا عندي ده اومينس ساين،
very ominous sign ان انا عندي في يوترو بلاسنتال انسفيشنسي او ببساطه في فيتال مايوكارديال ديبريشن. اولويز اولموست اولويز انديكيت فيتال هايبوكسيا ان انا عندي فيتال هايبوكسيا. تمام. بيحصل ان اسوشيشن ويز يوتراين كونتراكشن برضو جراديوال ديكريز ان فيتال هارت ريت ويز ريتيرن تو بيز لاين. بعد كده بيبتدي يطلع تاني للبيز لاين. الانست اهو شايفينه والنادير. والريكفري بيحصل امتى؟ بعد البيجينينج والاند والبيك سوري والاند اوف يوتراين كونتراكشن. تاني الانست بتاع اليوتراين كونتراكشن بتاع الديسيليريشن والنادير والريكفري. انست نادير ريكفري بيحصل بعد الانست البيك الاند اوف يوتراين كونتراكشن. يبقى دي الشرط اللي لازم يبقى موجود في الليت ديسيليريشن. تاني بكرر اهو لو انا رجعت تاني للصوره دي شايفين الانست بتاعها حصل فين؟ مع اليوتراين كونتراكشن. يبقى دي مش ليت ديسيليريشن دي ايرلي ديسيليريشن. تمام. يبقى انا عندي شرط ان انا عشان اقول ان ده ليت ديسيليريشن ان الانست والنادير والريكفري يكونوا الثلاثه حصلوا بعد الاند اوف يوتراين كونتراكشن. تمام. دي صوره تانية. ادي ده كونتراكشن ستريس تيست. عندي كام كونتراكشنز هنا لو انا قلت ان الـ ان التريس ده اتعمل في 10 مينتس؟ عندي 1 2 3 4 5 6 7. يبقى ده ايه الاول ابنورمالتي في التريس ده؟ تاكي سيستول. انا عندي هنا تاكي سيستول. طيب لو انا جيت هنا ادي الكونتراكشن هي حصلت وخلصت لقينا ان هي بعد ما خلصت ابتدى يحصل ديسيليريشن وخلص. يبقى دي اول ليت ديسيليريشن. اختها بالظبط هنا واختها بالظبط هنا. يبقى دول انا عندي 3 ليت ديسيليريشن. تمام. طيب هو انا ما قلتش ارقام الديسيليريشن عشان هي نفس الارقام بتاعه الاكسلريشن. يعني هو نفس ال15 بيت بير مينت ونفس ال15 سكند ونفس الشروط كلها. يعني هي برضو ال15 سكند دي لازم تكون اقل من 2 مينتس ولو اكتر من 2 مينتس هتبقى اسمها برولونجد ديسيليريشن. دي جايه كمان شويه. ولو اكتر من 10 مينتس هتبقى اسمها بيز لاين تشينج. بس هنا بقى هتبقى براديكال. ده دايجراماتيك كده ان انا اهو ده الكونتراكشنز حصلت معاها الديسيليريشن يبقى دي اسمها ايرلي ديسيليريشن. ده الكونتراكشن حصلت بعدها الديسيليريشن يبقى دي اسمها ليت ديسيليريشن. طيب ده كده الايرلي والليت ديسيليريشن. نيجي للنوع الثالث. والنوع الثالث ده غالبا ما بيجيلكوش في الامتحان لان هو بمن اسمه فاريبل فانتوا صعب تعرفوه بشكل قوي يعني قاطع. ولو هيجي بيبقى باين جدا جدا لازم يجي كلاسيكال. ده اسمه variable deceleration. variable deceleration ده اللي هو من اسمه هو variable ملهوش اي رول. هو ممكن يحصل with uterine contraction ممكن يحصل after uterine contraction وممكن يحصل without relations of uterine contraction. زي ممكن يحصل من غير uterine contraction اصلا. يعني ست ما يكونش عندها uterine contractions اساسا ما تكونش في labor ويجي لها variable deceleration. هو بس المميز في الفاريبل ديسيليريشن ان هو بيحصل فيه حاجه اسمها شولدرنج. يعني قبل ما يبتدي الفيتال هارت ريت يقل يبتدي يحصل انكريز شويه في الفيتال هارت ريت قبله وبعد كده يقل وبعد كده يبتدي يحصل انكريز تاني. تمام. دي اسمها شولدرنج ان هو بيحصل انكريز في الفيتال هارت ريت. طبعا احنا شايفين ان دي مايلد ديسيليريشن. تعالوا بقى نشوفوا دي جريف ديسيليريشن. دي فيري سيفير ديسيليريشن قعدت فتره طويله جدا والفيتال هارت ريت فيها نزل كتير قوي. تمام. ده سورت اوف فاريابيلتي برضو انه مش بنلاقي ان الاثنين ديسيليريشن زي بعض. بس برضو الفاريبل ديسيليريشن بكرر تاني مش من الحاجات اللي بتجيلكم كتير لان هي صعب ان انتم تعرفوها بشكل قاطع. يعني طيب هو ايه الفاريبل ديسيليريشن؟ ايه سببها؟ امبيليكال كورد كومبريشن. تمام. دايما بيبقى كو انسايدنج ويز كونتراكشن. طب هل لازم يكون في كونتراكشنز؟ لا مش لازم. لو واحده عندها اوليجو هيدرامنوس ببساطه ممكن الكورد دوت معنى كده ان الفيتس كل ما يتحرك هيضغط الكورد مفيش لايكر يابزورب الحركه بتاعت الفيتس فيحصل له فاريبل ديسيليريشن. يبقى الفاريبل ديسيليريشن مش لازم تحصل في وجود يوتراين كونتراكشن. طيب الفاريبل دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه بالبلدي كده؟ احنا قلنا ان الليت ده دايما اولموست اولويز انديكيت فيتال هايبوكسيا. الايرلي دي حاجه عاديه. الفاريبل السيجنيفيكانس بتاعها ديبندز ابون هاو اوفتن زي اوكر. هي بتتكرر كل قد ايه. هاو ديب زي جو بتقعد بتقل الفيتال هارت ريت قد ايه. يعني دي كده اكيد ان سيجنيفيكانت ديسيليريشن ما تهمنيش ودي اكيد سيجنيفيكانت. ليه؟ عشان قعدت فتره طويله ونزل الفيتال هارت ريت فيها كتير. يبقى هي هتفرق معايا هاو ديب زي جو هاو لونج زي لاست. واهم حاجه بتتكرر ازاي. يعني انا لو لقيت عندي 2 ديسيليريشن لا، لكن لو لقيت عندي 5 ديسيليريشن تمام. طبعا الحاجات دي ليها ارقام بس مش عليكم. يعني
هنا في ليميت للتايم وفي ليميت لكام كونتراكشنز والكلام ده، بس ده حاجات فوق الليفل بتاعكم ما تهمكوش. دي اشكال كتير للفاريبل ديسيليريشن. اكتر حاجه هتميز لكم الفاريبل ديسيليريشن لو جت في الامتحان اللي هي الشولدر اللي قبلها، تمام؟ ادي شولدر قبلها وشولدر بعدها وهي نزلت في النص، يبقى ده فاريبل ديسيليريشن. برضو ادي فيه هنا شولدر وادي فيه هنا شولدر وادي فاريبل ديسيليريشن، نفس الكلام اهو، ادي فيه شولدر هنا وفي شولدر هنا مقطوع وادي ده في النص، يبقى ده فاريبل ديسيليريشن. كده احنا خلصنا الثلاث انواع اوف فاري اوف ديسيليريشن. البرولونج شولدر ده، الشولدر ده فين؟ مش باين، في لاج ما بين كلام حضرتك والماوس، فمش شايفه فين الشولدر ده. اهو الشولدر اهو، انه في انكريز في الفيتال هارت ريت قبل الديسيليريشن، وادي شولدر اهو تاني، يعني الفيتال هارت ريت البيز لاين اهو، بعد كده ابتدى يزيد شويه وبعد كده نزل ونزل وكمل في النزول، وبعد كده ابتدى يريكفري، لما حصل له ريكفري ما رجعش للبيز لاين على طول، ابتدى يعلى تاني، فهو ده المقصود بالشولدر. تمام؟ اوكي تمام كده خلاص، اللي كانت بتسال على الشولدر تمام؟ اه تمام، شكرا لحضرتك. اوكي برولونج ديسيليريشن زي ما قلنا ان انا هنا عندي ديكريز ان فيتال هارت ريت اكتر من 15 بيت بير مينيت، اكتر من 15 ثانيه، لكن بقى هنا عدت ال 2 مينيتس فبقى اسمها برولونج ديسيليريشن، لكن لازم تبقى اقل من 10 مينيت. تمام؟ ادي هنا شايفين اهو الفيتال هارت ريت ابتدى ينزل، بس ابتدى ينزل وما رجعش بقى، ابتدى يكمل، والمسافه دي اكتر من 2 مينيتس، لكن اقل من 10 مينيتس طبعا انا ما كملتش التريس، ولو حتى قلت ان ده مثلا كملته لا ده اقل من 2 مينيتس، فبقى اسمها برولونج ديسيليريشن. طبعا برولونج ديسيليريشن دي من الحاجات الفيري فيري اومينس، ولازم دايما اعرف سببها واتدخل، يعني غالبا اتدخل بان انا اعمل سيزيريان سكشن. اسباب البرولونج ديسيليريشن ماتيرنال هايبوتنشن، برده ممكن تكون من الانستيزيا، يوتراين هايبر اكتيفيتي زي تاكيسيستول، كورد برولابس، كولد كومبريشن، بلاسنتال ابربشن رابشر، فيتال هايبوكسيا، فيتال هيموريدج. اسباب كلها سيفير وكلها غالبا هتتطلب ارجنت سي اس. طيب ايه اللي يخليني بقى، احنا انا كده تقريبا خلصت سي تي جي، مش هقول معلومات جديده من اول هنا، لكن هنجمع شويه حاجات كده. ايه اللي يخليني اقول ان الستريب بتاعي او التريس بتاعي ري اشورنج؟ اكتر حاجه تخليني اقول ان الستريب بتاعي ري اشورنج ان انا يبقى عندي اكسلريشن. جميل، ان انا يبقى عندي اكسلريشن. الاكسلريشن اهي، بصوا كل دي كده اكسلريشن، دي اكسلريشن، دي اكسلريشن، عشان اقول ان هو ري اشورنج ان انا لازم الاقي 2 اكسلريشن in 20 minute period، يعني انا اقعد الست ترسم 20 دقيقه الاقي فيهم 2 acceleration. تمام؟ طيب ايه النون reassuring؟ ان انا الاقي فيه تالتا كيكارديا اكتر من 180، ان انا الاقي فيه تال براديكارديا اقل من 100، ان انا الاقي late decelerations، او ان انا الاقي variable deceleration with non reassuring pattern، يعني ال variable deceleration بس يكون معاه براديكارديا، variable deceleration والاقي ان انا عندي minimal or absent beat to beat variability. تمام؟ او الاقي variable deceleration ومعاها late deceleration، يبقى ده non reassuring strip. طب ايه بقى الominous pattern؟ ايه الحاجات اللي تخوفني جدا جدا؟ ان انا يبقى عندي recurrent late deceleration with loss of variability، مفيش variability اصلا، variable deceleration with loss of variability، prolonged bradycardia، sinusoidal pattern، ده مهم جدا اللي احنا قلناه، loss of variability، بس انا متاكد ان loss of variability ده مش associated مع fetal sleep cycle ولا medications ولا fetal prematurity. لو احنا رجعنا لاسباب loss of variability هنلاقي ان الثلاث اسباب دول كانوا منهم، بس دولت اسباب ما يقلقوش، ما يقلقش ان الفيتس نايم ولا ان امه اخذت دراج معين فهيروح لما الدراج ده الافكت بتاعه يروح، او هي ان هي تبطل تاخده، او ان هو يكون بريماتيور شويه. لو انا استثنيت الثلاث اسباب دول فطبعا اللوس اوف فاريابيلتي از وان اوف ذا اومينس ساين. طيب في بقى حاجه اسمها النون ستريس تيست، برده ده احنا كنا اتكلمنا عليه في النص. يعني ايه نون ستريس تيست؟ ان انا سي تي جي بعمله للست وهي ما عندهاش اي يوتراين كونتراكشن، فانا بشوف الفيتال هارت ريت، بشوف الفاريابيلتي، بشوف الفاريابيلتي وبشوف. نعم، هو البرولونجد اكسلريشن بيخوفني ولا كويس عادي؟ يعني ما قلقش منه، ما اخدش اكشن أكيد يعني. كويس ده انكريز، يقلقني ليه؟ ولما يخش برضو يغير البيز لاين بتاع التاكي كارديا والبرادي كارديا برضو مش بقى صح؟ لا لو هو بقى تاكي كارديا فوق ال 180 هقلق،
نفس الرولز يا دكتوره، مفيش تغيير، نفس الرولز. وبرده لو بقى برادي كارديا اقل من 100 هقل. نفس الرولز. تمام، شكرا. نون ستريس تيست دوت انا بشوف الفيتال هارت ريت، بشوف ال البيز لاين فاريابيلتي، بشوف الاكسلريشن. وتاني بقول ان هو رياكتيف نون ستريس تيست، بس هو السلايد دي هي المهمه. رياكتيف نون ستريس تيست لما يكون عندي 2 اور مور اكسلريشن ان 20 minute period، وهو هنا عامل لك الديفينيشن اوف اكسلريشن لو انكريز ات ليست 15 بيت بير مينيت اوفر بيز لاين، وبتقعد ات ليست 15 سكند. طيب نون رياكتيف اقل من 2 اكسلريشن، يعني ممكن الاقي اكسلريشن واحده هسميها نون رياكتيف. تمام، يبقى ده كده نون ستريس تيست. انا ما عنديش غير 2 ريسبونسز لي، الانتربريتيشن بتاعي حاجتين، رياكتيف نون رياكتيف. طيب كونتراكشن ستريس تيست، لا كونتراكشن ستريس تيست بقى ان انا بقيست يوتراين كونتراكشن، او لو الست جايه في كونتراكشنز اوريدي انا بقيم الفيتال هارت ريت تريسنج يعني اكوردنج لي الكونتراكشن. طيب لو هي الست جايه من غير كونتراكشنز ممكن اجيب لها كونتراكشنز ازاي؟ ممكن اديها اوكسيتوسين دريب، اعلق لها اوكسيتوسين. ممكن ببساطه اقول لها تعمل نيبل ستيميليشن، انتوا عارفين ان النيبل ستيميليشن ده هو ده الاستيميليشن السكلنج اللي بيطلع الاوكسيتوسين الناتشرال من الجسم، فبالتالي هيعمل كونتراكشن. طيب ده كلام ما فيهوش الانتربريتيشن بقى بتاع كونتراكشن ستريس تيست. اول حاجه نيجاتيف، يعني ايه نيجاتيف؟ يعني كويس ما فيهوش مشكله، ما فيش ليت ولا سيجنيفيكانت فاريبل ديسيليريشن. يعني لو انا عملت الست كونتراكشن ستريس تيست ما لقيتش ولا واحده ليت ديسيليريشن ولا واحده سيجنيفيكانت فاريبل ديسيليريشن، انا اقول ان ده نيجاتيف ما فيهوش حاجه تقلق. طب بوزيتيف كونتراكشن ستريس تيست، يعني في ليت ديسيليريشن فولوينج 50% او اكتر من الكونتراكشنز. فاكرين كان في كده صوره جت، هرجعها لكم تاني. الصوره دي انا عديت لكم فيها ان انا عندي 1 2 3 4 5 6 7، انا عندي 7 وعندي 1 2 3 ليت ديسيليريشن، يبقى معنى كده ان انا ده يعتبر بوزيتيف كونتراكشن ستريس تيست، لان انا عندي في 3 ديسيليريشن مع اكتر من 50%، هو 50% او اكتر، فبالتالي 3 ده هنعتبره ان هو اوكي، فده يعتبر بوزيتيف كونتراكشن ستريس تيست، ان انا هنا عندي المشكله متكرره مع 50% من الكونتراكشن. يبقى بوزيتيف كونتراكشن ستريس تيست اللي هي ليت ديسيليريشن فولوينج 50% اور مور كونتراكشن. طيب ايكويفوكال سسبيشس، يعني ايه ايكويفوكال سسبيشس؟ يعني انا مش قادر اقول عليه بوزيتيف لكن مش قادر اطمن برضه. لو انا عندي ليت ديسيليريشن بس اقل من 50% من الكونتراكشنز، يعني ايه؟ يعني لو انا لقيت 6 كونتراكشنز بس لقيت 2 بس ديسيليريشن، مش حاجه تطمن، بس برضه مش بوزيتيف. هو ده المقصود بيه اكويفوكال سسبيشس. طيب تاني رابع نوع اسمه اكويفوكال هايبر ستيميلاتوري، يعني ايه؟ يعني المشكله بتاعتي ان الكونتراكشنز كانت كتير، فبالتالي ممكن تكون الليت ديسيليريشن حصلت عشان الكونتراكشنز كتير، او ان الكونتراكشنز بتقعد فتره طويله، فبالتالي برضو ممكن تكون الليت ديسيليريشن حصلت لفتره طويله. طب لو انا شلت الايفكت اوف سترونج كونتراكشن ايه اللي ممكن يحصل؟ اللي ممكن يحصل ان التست يبقى نيجاتيف، فهو ده عشان كده بسميه اكويفوكال، بس سببه انه هايبر ستيميلاتوري. تمام، اخر حاجه ان هو يبقى ان ساتسفاكتوري. ليه؟ عشان مفيش كونتراكشنز كويسه، كنا قلناها في الاول ان انا لو عندي اقل من 3 كونتراكشن بير 10 مينيت بيريد يبقى بالتالي دوت ان ساتسفاكتوري، فمش هقدر اعتمد على الفايندنجز اللي انا لقيتها فيه. طيب هل اي ست ممكن اعمل لها كونتراكشن ستريس تيست، اسمح ان هي تتحط على سي تي جي وهي عندها كونتراكشنز واسجل الفيتال هارت ريت بتاعتها وانا عارف ان هي بيجي لها كونتراكشنز؟ لا، في كونترا اندكيشنز. بروم بريفيوس كلاسيكال سيزيريان سكشن، يعني دي ممكن يجي لها يوتراين رابشر، بس انت بريفيا طبعا هيجي لها بليدنج. انكومبتنت سيرفكس، هيجي لها بري تيرم ليبر. هيستوري اوف بريماتور ديليفري، هيجي لها بريماتور ديليفري المره دي طبعا، مالتيبل جيستيشنز. تمام، يبقى دي كونترا اندكيشن تو بيرفورم كونتراكشن ستريس تيست. اي حاجه من دول ما ينفعش اعمل لها كونتراكشن ستريس. طيب احنا كده خلصنا السي تي جي، بس في كلمتين بس انا كاتبهم هنا عشان افكركم ان هم مهمين. البايوفيزيكال بروفايل يا جماعه مهم جدا جدا جدا، وديفينتلي هتتسالوا فيه. البايوفيزيكال بروفايل اللي اكتشفه واحد اسمه مانينج، تمام، فهو ساعات بيجي يقول لك مانينج بروفايل، وده حصل في امتحان راوند، فيا ريت نعرفه اسمه الثاني. يبقى بايوفيزيكال بروفايل هو اسمه مانينج بروفايل، انا مش هشرحه عشان هو ما فيهوش حاجه، هو انتوا هتعرفوا الخمسه فاريبلز دول. تمام،
هتعرفوا الخمسه فاريبلز دول تمام. وفي بس بوينت عايز اقول لكم عليها انه احنا هما ايه الفاريبلز اللي انا بشوفهم او ايه كومبوننتس اوف بايفيسكال بروفايل. هما خمس حاجات. اول حاجه فيتال موفمنت، ثاني حاجه الفيتال تون، ثالث حاجه فيتال بريزنج موفمنت، رابع حاجه امنيوتيك فلويد فوليوم. تمام. في تريكتين هنا عايز انبهكم ليهم، انه الاربعه دول بيتشافوا بايه؟ الاربعه دول بيتشافوا بالالترا ساوند. فده كده لو جاء قال لك في ام سي كيو الكومبوننتس اوف التراسونيك او التراسونوجرافيك بايوفيزيكال بروفايل، يبقى النون ستريس تيست مش تبعهم، عشان ده مش بيتشاف بالسونار. هو عمل لك سبيسيفيكيشن من الاول وقال التراسونوجرافيك، يبقى لو قال لك التراسونوجرافيك او التراسونيك بايوفيزيكال بروفايل يبقى هو بيتضمن الاربع حاجات دول بس، معهمش النون ستريس تيست. جميل. طيب تاني حاجه عايز انبهكم ليها ان الميثود اوف ديتيرمينيشن اوف امنيوتيك فلويد فوليوم اللي انا بستخدمها في البايوفيزيكال بروفايل هو السنجل او الماكسيمم فيرتيكال بوكت. انتوا عارفين ان انا عندي ثلاثه ميثود فور ديتيرمينيشن اوف امنيوتيك فلويد فوليوم. اول حاجه سبجكتيف ميثود، ثاني حاجه الماكسيمم فيرتيكال بوكت، ثالث حاجه الامنيوتيك فلويد اندكس. الميثود اللي انا بستخدمها في الديتيرمينيشن اوف الامنيوتيك فلويد فوليوم في البايوفيزيكال بروفايل هو السنجل فيرتيكال بوكت. في بقى سلايد مهمه جدا ده، ودي برده جت في امتحان، وفي حد يعني في ناس كتير جدا اشتكت منها، اللي هو الموديفايد بايوفيزيكال بروفايل. هي مكتوبه حته صغيره في الكتاب بس هي حاجه مهمه، لان ده اللي احنا بنعمله في شغلنا. انا دلوقتي لو عايز اعلم حد صغير مش هقعد اعلمه ازاي تشوف الفيتال موفمنت، مش هقعد اعلمه ازاي تشوف الفيتال تون، الفيتال بريزنج دي صعبه قوي. ايه اسهل حاجتين؟ هما الحاجتين اللي في الاخر. فبالتالي عملنا موديفايد بايوفيزيكال بروفايل ان انا هشوف حاجتين، نون ستريس تيست، هعمل الست نون ستريس تيست وهبص عليها بالسونار هشوف الامنيوتيك فلويد اندكس بقى. يبقى دي تالت تريك عايز انبهكم ليها، ان الامنيوتيك فلويد فوليوم بشوفه في الموديفايد بايوفيزيكال بروفايل بالامنيوتيك فلويد اندكس مش بال سنجل فيرتيكال بوكت. تمام. طيب هناخد بقى هنا شويه اكزامبلز كده للسي تي جيز جم في امتحانات قبل كده. اول اكزامبلز هنا هنركز فيه ان انا كل تريس من ده كل واحد منكم يفكر كده هو ايه المشكله اللي فيه، عشان هنشوف اربعه تريس، ادي A وB وC وD، وهنشوف بعد كده اربعه كيس سيناريو. تمام. هنقول فيهم كل واحد ايه، هنشوفهم تاني، نشوفهم مع بعض. اول واحد ايه ده؟ ده كونتراكشن ستريس تيست. لو جيت مسكت الجزء بتاع الكونتراكشن هلاقي فيه ايه؟ لا، هلاقي فيه ان فيه كونتراكشن رهيبه. يعني ادي كونتراكشن حصلت، وبعد كده في كونتراكشن حصلت وفضلت مستمره تقريبا خمس دقائق، يعني دي كارثه. وبعد كده حصل كونتراكشن تاني، فالست دي ديفينتلي عندها مشكله في اليوتراين كونتراكشن، عندها سترونج يوتراين كونتراكشن، عندها تاكي سيستول، وكمان عندها هنا فيتال براديكارديا. ده في جزء هنا الفيتال هارت ريت نزل، ده فيتال براديكارديا. جميل كده. بي ده كونتراكشن ستريس تيست. حلو. reassuring pattern ولا non reassuring pattern؟ لا، ده reassuring pattern. ليه؟ لان انا عندي ده اهو acceleration، وعندي دي اهو acceleration، وعندي ده acceleration، يبقى ده pattern كويس ما فيهوش مشكله خالص. جماعه انتوا متابعيني ولا حد عنده مشكله في الشرح او انا بشرح بسرعه في التريس؟ حد يرد عليا يقول لي اوكي اكمل. تمام. قبلها تاني اللي قبلها، المشكله في اليوتراين كونتراكشنز ان الكونتراكشنز هنا فيري سترونج يوتراين كونتراكشن، قعدت لفتره طويله جدا 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 والامبليتيود بتاعها عالي. تمام. في نفس الوقت هنا انا عندي في فيتال براديكارد ده نازل تقريبا هنا هو عند 90. سي دي اهو ده كونتراكت. نعم معلش، ممكن ايه نقول عليها برولونج ديسيليريشن؟ ممكن. انا هنا مش مهتم قوي بان احنا نقول ايه، لانه احنا هنشوف الهدف من ده ان احنا نعمل كورليشن مع الكيس سيناريو، ممكن نقول عليها برولونج ديسيليريشن. تمام. سي ده كونتراكشن ستريس تيست، ادي كونتراكشن حصلت، وهنا ايه ده هنسميه ده يا شباب، ايرلي ولا ليت ديسيليريشن؟ ودي برضو ايرلي ولا ليت ديسيليريشن؟ ليت. ايرلي وليت. مين قال ايرلي وليت؟ صح، في واحده ايرلي وواحده الاولانيه دي سوري، دي ليت ديسيليريشن ودي ايرلي ديسيليريشن. تمام. طب عموما الباترن كويس ولا مش كويس؟ الفيتال هارت ريت 150 اهو هنا، وهنا السيجمنت ده 140، فده كويس. في بيت تو بيت فاريابيلتي كويسه جدا. فعموما انا هنا هقول ان الباترن ده
equivocal. انا مش قادر اقول هو كويس ولا وحش. هنيجي بقى نشوف هنعمل له correlation ازاي مع الكيس سيناريو. دكتور معلش، هو ليه واحده early وواحده late؟ احنا قلنا يا دكتوره في الشرح انه لازم عشان اقول ان هي late deceleration الانست بتاعها اهو هنا ابتدى يحصل بعد ما الكونتراكشن خلاص خلصت، وطبعا والبيك والنادير والريكفري. لكن هنا لا، هو الانست بتاعها هو ابتدى تقريبا مع اليوتراين كونتراكشن، فدي كده خلاص دي early. تمام دكتور؟ نعم. هو فين البيك بتاع، فين البيك بتاع الديسيليريشن؟ اهو اهو هو الديسيليريشن احنا ما بنقولش عليه بيك، هو اسمه نادير. البيك ده بتبقى حاجه بتنكريز مش بتديكريز. تمام يا دكتور. يا جماعه معلش عشان الوقت، عشان الوقت هو الهدف هنا مش الوصف خالص، الهدف ان احنا نكورليت مع الكيس سيناريو. انا بكرر تاني معلش عشان الوقت، عشان انا لسه في كام سلايد جايين هوريكم اكزامبل الامتحان هيجي ازاي بالظبط، فمعلش احنا بس اسمعوا الوصف مني، بلاش اسئله كتير في ازاي ومش ازاي، هتعرفوا دلوقتي ده مش الهدف خالص. الهدف ان انتوا ازاي تكورليت مع الكيس سيناريو عشان انتوا الامتحان فيه جزء هيجي لكم كده. ده بقى هنا تيبيكال ايه؟ تيبيكال ليت ديسيليريشن. ادي حصل الكونتراكشن وخلصت، حصل الكونتراكشن وخلصت وابتدى الديسيليريشن بعد ما الكونتراكشن خلص، فدي ليت ديسيليريشن. طيب تعالوا بقى نشوف الكيس سيناريو بتقول ايه. واحده عندها 23 سنه برايمي 42 اسبوع undergoing induction of labor. She is receiving intravenous oxytocin. She complains of hair contractions are very painful and seem to be continuous. يبقى دي على طول تبقى مين؟ ايه تمام. حد عنده مشكله في ان هو يكوريليت التريس مع السيناريو؟ any example a laboring patient has an internal fetal scalp electrode in place. pelvic examination shows the patient to be 7 cm dilated with the fetal vertex at plus 1 station. the fetal heart rate is consistent with fetal head compression. يبقى ده انا محتاج حاجه يكون فيها early deceleration، يبقى هي سي. تمام. وهو هنا معتبر ان الاثنين early deceleration عادي، ده حاجه اصل ده مش كمبيوترايز، ده في element بشر. هو ممكن الناس يعتبر، ممكن انا اعتبره كذا، زميلي يعتبره ان هو الاثنين early. ليه؟ انا برضو عندي انه بقيه التريس احنا قاطعين حته من التريس، ممكن لو انا كملت الاقي ان الكونتراكشنز اللي بعدها كلها early deceleration، يبقى انا الوحيده ديت مش هتخليني اقول ان ده ليه. يبقى ده اكيد هو فعلا اللي بيحصل كده في تلهيد كومبريشن. يبقى ده هو الليت هنا الاولانيه ولا الثانيه؟ لا الاولانيه، وده برضو حاجه سبجكتيف. بري اكلامتك بيشنت 33 اسبوع البيبي بتاعها اي جي ار اند از اندر جوينج اندكشن اوف ليبر. Fetal heart rate tracing shows evidence of utero placental insufficiency and is non-reassuring. يبقى ده فين؟ اهو. اولا هو قال لك ان هي بتعمل induction of labor فعشان كده ادي contraction. ثانيا هو قال لك ان هو non-reassuring. انتوا شايفين هنا ايه رايكم في البيزلاين فاريابيلتي؟ لا البيزلاين فاريابيلتي وحشه. سيبكم من الحته دي لان الحته دي ده الديسيليريشن، لكن لو انا جيت مسكت السيجمنت ده لا السيريشنز اللي فيه مش قد كده. البيز لاين فاريابيلتي نفسها وحشه، وطبعا في ليت ديسيليريشن، يبقى دوت ماشي جدا جدا مع ان هو فعلا في يوترو بلاسنتال انسفيشنز. اخر حاجه بيشنت 41 اسبوع اندر جوينج نون ستريس تيست. النون ستريس تيست از رياكتيف اند ري اشورنج. يبقى ديت اللي احنا شفنا فيها الاكسلريشن اللي هي بي. تمام كده. ده اكزامبل للحاجات اللي ممكن تجي لكم على السي تي جي كيس سيناريوز، وبنسال السي تي جي بتاعها هيبقى عامل ازاي. اكزامبل تاني بقى من الامتحان فعلا. ادي اول حاجه ايه التايب اوف تيست؟ ايه يا شباب حد يرد ايه التايب اوف تيست؟ ستريس تيست. تمام كونتراكشن ستريس تيست. كونتراكشن. اوكي وات از ذا ايفنت ريبريزنتد باي ذا ارو؟ ديسيليريشن. ايرلي ديسيليريشن. ايرلي ديسيليريشن. تمام. از ات ان ominous sign؟ لا. What's your final conclusion؟
عادي احنا قلنا ان ده نورمال ايفنت بيحصل في السكند ستيج فليفر وهكمل مفيش مشكله تستدعي ان انا اعمل لسات دي سي اس ولا حاجه. طب انتوا بالنسبه لكم هيجي لكم الاسئله في ام سي كيو الاول كنتوا بتكتبوا الكلام ده هيجي لكم دلوقتي تشويسز. فاول حاجه اللي هو وات يور فاينل كونكلوجن ده ممكن يجيب لكم بقى الاختيارات من دي ايه المانجمنت اللي انت ممكن تعمله للست دي. هتعمل لها ايرجنت سي اس, هتكمل اندكشن اوف ليفل, هتعمل واتش فول اكسبكتنسي, هتعمل لها مثلا تديها اوكسيتوسن. اولا انا مش محتاجه اديها اوكسيتوسن لان هي عندها كونتراكشنز كويسه, عندها 3 كونتراكشنز اهو, مش محتاجه اعمل ايرجنت سي اس, فانا هعمل واتش فول اكسبكتنسي. تمام, الاسئله هتيجي بالمنظر ده. طيب تاني حاجه وات از تايب اوف تيست, برده ده كونتراكشن ستريس تيست. Type of variability seen on the trace. بصوا بقى. Sinusoidal pattern. بالضبط ده sinusoidal pattern. بالضبط. Mention two causes of such variability. احنا قلناهم. Define a reactive non-stress test. الأسئلة ديت برضو ممكن تجيلكوا في صورة MCQ. Reactive non-stress test. يعني أنا شايف 2 accelerations في 20 minute period. وهما خلي بالكوا هنا بقى هيلخبطكوا في 2 accelerations. هو هيفتح قوسين. ويكتب definition of acceleration ويقعد بقى يبدل الارقام مع بعض, يعني يكتب بقى كام beat per minute في كام seconds وهكذا. يبقى انا عندي 3 حاجات معفوض ان انا اعرفهم عشان define reactive non-stress test, اللي هو 2 accelerations وبعد كده اعرف definition بتاع acceleration واقول في 20 minute period. فكل دي ارقام ممكن تتغير فيبقى source of error في MCQ. تمام, تالت واحدة what is type of test, contraction stress test. ايه الاكس ايه التايب اوف ديسيليريشن اند اتس كوز, ديليت ديسيليريشن واتس كوز طبعا يوترو بلاسينتال انسفيشنسي فيتال هايبوكسيا. كل دي حاجات اكسبتد مفيش مشكله. لا ديليت, فين الديسيليريشن حصلت, فين احنا اللي احنا شايفينها لسه شبهها بالظبط. بدايه الديسيليريشن اهو ابتدت تحصل والكونتراكشن بتخلص, فدي ليه الديسيليريشن. ايه الفاينل كونكلوجن هنا؟ خلي بالنا برضو يا جماعه احنا دايما نحكم علينا. انتوا شايفين التريس هنا عموما كويس؟ لا التريس هنا كله وحش. يعني فين البيت تو بيت فاريابيلتي؟ وحشه جدا في بقيه التست كله البيت تو بيت فاريابيلتي, فهو التست كله وحش. ايه الفاينل كونكلوجن اون ذيس تيست؟ final conclusion ان الست دي عندها يوترو بلاسينتال انسفيشنسي وفي فيتال هايبوكسيا, وانا هنا محتاج ان انا اتدخل, محتاج اعمل اكشن. تمام, اكزامبلز يعني بقى للاكشن. سي سي سكشن, لا ما انا لسه بقول اهو اكزامبلز بقى. ممكن يقول لك كده انه في الكيس يحكي لك قصه ويقول لك ان الست دي دايليتد 9 سنتيمتر, يبقى هنا انا عندي تايم ان انا اعمل لها فورسز, ممكن اولدها فورسز. فاهمين على حسب هو يقول لكم ايه. ممكن يقول لك ان هي حصل لها artificial rupture of membrane ولقيت ان هي اللايكر بتاعها كان ميكونيا مستيند, يبقى هنا انا محتاج اعمل سي اس. ممكن تلاقوا بارامترز تانية للحكم على الديسيجن يعني. تمام, بس احنا كده خلصنا السي تي جي. عايزين تاخدوا بريك ونرجع ناخد المحاضرة التانية ولا نكمل ورا بعض على طول؟ ناخد بريك. اوكي هنرجع الساعه 11 ونص او خلينا 11 وثلث, معلش عشان انا عندي ميعاد, فخلينا 11 وثلث نرجع 11 وثلث. اوكي معاكم؟ تمام يا دكتور. تمام شكرا. يا ريم تعالي اكتبي الحالات لو عايز, هاخد لحد 11 وثلث قبل ما اكمل.